شرف عليك عودهم بس لحتى فيق أهلي. ايه فيقهم فيقهم. قلهم كلهم يطلعوا لبرا يشوفوا بدي يتعرف عليهم وش لوش. قلهم في ضيفة تقيل جايينا بآخر الليل حابب يشوفكم. شبك واقف مات الحباب؟ علم بس. لك لا بس بس ولا فوت فيقهم. ما بكفي بدي اقعدهم معي. يلا. ماشي. انت جاي تنام عندي ولا جاي توسخ بيتي؟ وسخ بيتك؟ ايه توسخه. وشاهد الله انك انت بتقدر توسخه. بس قبل ما توسخه بدك تقتلني لاني انا ما فيني اقتلك. شو المسرحية الحزينية اللي عم تعمل لي اياها؟ فكر حالك بدك تخوفني بهالكلمتين ولا؟ انا ما بقدر خوف بسيدي لحتى خوفك. بس بده يقرب على اهلي بده يقتلني. يا طول بالك. شو صار لك؟ كل هالجحشنة بس لأنه قلنا لك فيقهم نزلت بطيخة بإيدك. فيقهم يعني تزلني وأنا رجعت لك مشان تحميني وتوقف معي ومشان تقلي فيقها لك بنص الليل. قسما بالله العظيم لو وافقت على طلبي وفتت فيقتهم لكن اتبزقت بنص خلقتك ولكن اتسقطت من عيني على الصرماية لتحت. بس برافو عليك طلعت ما بتخون طلعت رجال. شو فينا عم تجربني؟ ايه بدي جربك. ليش لحتى ما جربك؟ انا جاي نام ببيت غريب ما بعرف مين اصحابه. بدي غمض عيوني وما رح شوف. يعني البيت بده يصير عيوني. بدي اعرف عن مين نايم. بدي اعرف بيخون ولا ما بيخون. بس برافو عليك عجبتني. جابر. هاي قليل امي علي. الله يسعدنا صباحك ومساكي يا حجي. بدك ما تواخذيني انا ضيفة تقيل بعرف حالي منيح. بس بيت الكرم موجود مفتوح على طول. اهلا وسهلا فيك بتنورنا. الله يخليكي. انا رفيقه لجابر من زمان كتير. قالي زمان مالي شايفه. اليوم بالصدفة شفته. قلت له وينها؟ مالي حسنان استنى للصبح. هلا بدك تاخذني تعرفني على البيت وتشربني فنجان قهوه. اهلي البيت بيتك. الله يخلينا اياك يا حجي. لا تواخذينا يمكن فيقتك بصوتي. عاكر صوتي مثل الجاروشي بعرفه منيح بفيق الموتى. لا والله فقت لحالي. ايه كثير منيح هيك ضميري ما عاد يعذبني هلا. شو امي ساوي قهوه ولا شاي؟ لا لا انا مساوي انا وابوي. لا تاكلي همنا حجي تتكلي على الله فوتي نامي. نحن منساوي اللي بدنا اياه. منساوي قهوه منساوي شاي منساوي متي. انا حاسس اني ببيتي. لكن تصبحوا على خير. تصبح على خير امي. شوف نومتي هون بالبيت ما انا مناسبه. بدنا تضايق الناس. فوت انت على طراحتين ومخدتين وشوية شراشيف. خلينا نروح ننام بالبيت الفاضي. يلا ماشي.